Time for English, Grade 5, First Term, Unit 1, At the Campsite, Part 1. At the Campsite يعني في المعسكر الصيفي. At the Campsite. Conversation Time، إن دلوقتي عندنا وقت المحادثة، وقلنا الconversation عبارة عن إيه؟ محادثة between two persons or more، محادثة بين شخصين أو أكتر، وهنا المحادثة عندنا between two sisters، أختين هدى and منى. عندنا هدى ومنى معانا في المعسكر في الكامب سايت. طب تعالوا نشوف هيقولوا لبعض إيه؟ أه أنا عندي ها منى نايمة وهدى جاية تصحيها، هتقول لها إيه؟ wake up منى، wake up منى، استيقظي منى. أنا عندي هنا wake up، بدأ هنا الجملة هنا بدأ عندي verb، والverb هنا عبارة عن جملة أمرية، فأنا بقولها هنا إيه؟ wake up منى، wake up plus noun. يعني wake up لازم لو هبدأ الجملة بفعل هيجي إيه؟ infinitive مصدر، عشان ده فعل أمر order، بقولها إيه؟ wake up منى، استيقظي يا منى. منى قالت لها إيه؟ what time is it هدى؟ what time is it هدى؟ ما الوقت يا هدى؟ يعني الساعة كام؟ أو يبقى أنا لما أجي أسأل عن الساعة هستخدم كلمة اسمها إيه؟ what time. طب أنا هسأل إيه؟ what time is it؟ ما الوقت أو ما الوقت الآن؟ ها what time is it هدى؟ هي الساعة كام دلوقتي يا هدى؟ تعالوا نشوف هدى هتقول لها إيه؟ هدى قالت لها it's 7 o'clock. it's 7 o'clock، إنها الساعة السابعة بالضبط. أخد بالك معايا كده، كلمة o'clock معناها بالضبط. It's time for breakfast. It's time for breakfast. إنه وقت الإفطار. إنه وقت الإفطار. ناخد بالنا لما سألت what time is it؟ ما الوقت؟ أنا جاوبت عليه وقلت إيه؟ It's 7 o'clock. معنى كده أنا هقول it's plus number plus o'clock، وأقول النمبر الموجود في الساعة دلوقتي. It's time for breakfast. إنه وقت الإيه؟ الإفطار. It's time for بيجي وراها وجبة من وجبات اليوم، الميلز بتاعتنا. breakfast dinner lunch. طيب دلوقتي احنا عارفين ان احنا في الكامب، والكامب بيبقى ليه مواعيد، اه مواعيد ننام فيها ومواعيد هنصحى فيها، ففي مواعيد للاكل كمان، فهي بتصحيها الساعه 7 وبتقول لها ايه؟ it's 7 o'clock. دلوقتي انها الساعه ايه؟ السابعه. it's time for breakfast، ده وقت الفطار، يعني لو ما قمتيش هيضيع عليكي ايه؟ الفطار، مش هتفطر. طيب منى هتقول ايه بقى؟ Good. I am hungry. جيد. أنا إيه؟ أنا جعانة. طيب. قامت هدى منى، قامت ومشت مع أختها هدى، فإيه؟ بتعمل كده. شمين؟ Smells good. Smells good. رائحة جيدة. آه دي شمت ريحة حلوة قوي. What's for breakfast؟ هنفطر ايه؟ اه هنفطر ايه؟ smells good. What's for breakfast؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ روائح جميله. يا ترى هنفطر ايه؟ We're having beans and eggs. We're having beans and eggs. سوف نتناول او احنا هنتناول فول وبيض. اه يبقى الوجبه بتاعتنا اللي ريحتها حلوه كده وطالعه كده هيبقى ايه؟ beans and eggs. فول طيب. وبيض. طيب احنا عندنا دلوقتي we are، احنا نطقناها ايه؟ where. آه ده اختصار we are، اختصاره بايه؟ where. طب انا جبت وراه ايه؟ having. احنا عارفين ان verb to have بيجي بمعنى يتناول، يبقى عندنا verb to have بمعنى ايه؟ يتناول. وانا حطيت له هنا ing. طيب ing ده معناها ايه؟ ها ان انا مستمر دلوقتي، we are having، احنا هناكل يعني مستمر، عشان كده انا عندي are جا وراه verb هحط له ing. طب verb to have اخره ايه؟ اخره اي، فانا لما احط له الاي ان جي بشيل الاي. طب احنا عارفين ان الفيرب تو هاف ليها معاني ثانيه؟ اه طبعا، معناها يملك او عندي. ايوه برافو عليك. بجانب كلمه يتناول، انا عندي كده فيرب تو هاف بمعنى يملك او عنده، او بمعنى يتناول الطعام او الشراب. تمام كده، نكمل الكونفرزيشن بتاعتنا. منى شافت الأكل قدامها قالت إيه؟ يام ماي فيفورت،
يعني بقى كانت جعانه جدا، شافت الطعام قدامها قالت يام ماي فيفورت، انه المفضل، انه الايه المفضل، يعني ده الاكل اللي هي بتحبه قوي. اول ما الاقي حاجه انا بحبها ومغرمه بيها جدا بقول ايه يام، بالذات على الاكل ماي فيفورت يعني ده المفضل عندي، يعني دي الاكله اللي انا بحبها. طيب دلوقتي دور ايه؟ الفوكاب، الفوكابلري اللي هي الكلمات الجديده اللي عندنا، نيو فوكابلري، نيو فوكابلري. تعالوا نحفظ مع بعض الكلمات. كامب سايت، كامب سايت، معسكر، كامب سايت. احنا خدنا معسكر. في العنوان، خدنا في العنوان كان اسمه ايه؟ ات ذا كامب سايت، كامب سايت. يبقى انا عندي اول كلمه عندي في الفوكاب كامب سايت، كامب سايت يعني معسكر، كامب سايت معسكر. ويك اب، ويك اب، ويك اب ذا فيرب بمعنى يستيقظ، يستيقظ. ولو جه في اول الجمله يبقى ده امر اوردر، بقول له استيقظ، تمام. يبقى ويك اب بمعنى يستيقظ. عندنا كامب سايت، كامب سايت معسكر، ويك اب يستيقظ، كامب سايت ويك اب. نكمل الفوكاب. الكلمه اللي عندنا بريكفاست، بريكفاست، بريكفاست معناها الافطار، بريكفاست معناها الافطار. وزي ما احنا عارفين ان البريكفاست الافطار دي وجبه، واحنا بناكل في اليوم كام وجبه يا اولاد؟ 3. برافو عليك. واحنا عندنا 3 ميلز، احنا عندنا كلمه جديده اسمها ميلز، خدوا بالكم. ميلز يعني وجبات، ميلز وجبات. يبقى انا عندي 3 ميلز، الوجبات عباره عن ايه؟ بريكفاست ده الافطار، لانش، لانش ده الغداء، وعندنا دينر، دينر العشاء، العشاء. وممكن اكل وجبه سريعه ما بين الوجبات اسمها سناك، تمام كده يا اولاد؟ وجبه خفيفه، وجبه خفيفه اسمها سناك، ساندويتش، فاكهه، اي حاجه خفيفه ما بين الوجبات الاساسيه. يبقى انا عندي ثلاث وجبات اساسيه، بريكفاست، لانش، دينر. بريكفاست، كلمه لانش، دينر. النهارده هناخد كلمه بريكفاست اللي هو الافطار. بينز، بينز معناها فول، دي من الوجبه اللي كانت بتفضلها مين زميلتنا؟ منى، منى كانت بتحبها منى على الفطار. احنا عندنا كلنا بناكل ايه؟ بينز، البينز ده الفول، وده مفيد جدا يا اولاد وطعمه كمان جميل. اجز، ايوه برافو عليكم. ماما كل يوم لازم تقول لنا ناكل ايه؟ بيض، بيض، اجز. الاجز ده مفيد جدا لينا برده، بيدينا كالسيوم يا ميس. برافو عليكم. يبقى انا عندي بريكفاست، وفي البريكفاست بناكل ايه؟ بينز اند اجز. برافو، بريكفاست، بينز، ايجز. فيفوريت، فيفوريت، فيفوريت معنى المفضل، فيفوريت يعني مفضل. عندي ايه كمان؟ شايفين بيعمل ايه؟ سميل، سميل ده فيرب، ده فيرب بمعنى يشم، يشم، سميل، سميل. طب انا عندي كلمه اتقالت في الكونفرزيشن النهارده اسمها ايه؟ سميلز جود. سميلز جود يعني روائح، رائحته جيده، روائح جيده او روائح طيبه، سميلز جود. يبقى انا عندي سميل فيرب بمعنى يشم، لكن سميلز جود بمعنى روائح، روائح طيبة، طيبه او روائح جيده. فيفوريت مفضل، سميل يشم، يشم، سميلز جود روائح، روائح جيده. عندنا دلوقتي اللانجويج فانكشنز اللي هي الوظائف اللغويه اللي هي ايه؟ الجرامر بتاعنا اللي في الدرس. What time is it؟ What time is it؟ ما الوقت؟ احنا خدناه مع بعض في الكونفرزيشن صح؟ لما بنسال عن الوقت بنقول ايه؟ What time is it؟ What time is it؟ طب في سؤال تاني نفس سؤال التايم بسال عن الوقت برضو بس بطريقه تانيه، شكلها هقول ايه؟ What's the time؟ What's the time؟ يبقى انا ممكن اقول What time is it؟ أو ممكن أقول واتس ذا تايم، واتس ذا تايم، الاثنين نفس نفس السؤال، نفس المعنى، نفس الميننج بتاعنا. بسأل عن الوقت ولما أجي أجاوب عن الوقت بقول إيتس وأقول النمبر اللي عندي وبعدين كلمة أوكلوك. ده لو بالظبط، لو الساعة واحدة بالظبط هقول إيه؟ إتس 1 أوكلوك. طب لو 2 بالظبط؟ إتس 2 أوكلوك. طب لو 5 بالظبط؟ إتس 5 أوكلوك. يبقى لو الساعة بالظبط هقول أوكلوك، يبقى أقول إيتس وأجيب النمبر وبعدين أوكلوك. تمام كده يا ولاد؟ تمام. طيب عندي ايه كمان؟
like it's 7 o'clock. Like يعني مثل. أنا بديك مثال example كده. It's 7 o'clock. الساعة إنها الساعة السابعة زي ما جت في الـ A في الـ conversation. It's 7 o'clock. هنكمل الوظائف اللغوية بتاعتنا. It's a time for. It's a time for. إنه وقت. إحنا خدناها مع بعض في الـ conversation. إنه وقت الـ A. الـ breakfast. الإفطار. يبقى ممكن احط الافطار. طب ممكن احط ايه تاني يا ميس؟ دينر لانش. برافو عليكي. ممكن ايه كمان غير الوجبات؟ ممكن اقول it's العمل time it's a time work. For work it's a time for writing ده وقت الكتابه. it's a time for watching tv ده وقت مشاهده الايه التلفزيون. يبقى انه وقت اسمها ايه؟ انه وقت. it's a time for بلس نون. اي نون بقى؟ انه وقت ايه بقى اللي انا هقول عليه؟ like مثل. انا هديك مثال اهو. it's a time for breakfast دي خدناها مع بعض في conversation انه وقت الافطار. وبرده ممكن اقول it's a time for work انه وقت الايه؟ العمل. what's for breakfast ماذا ستناول في الافطار؟ لو انا عايزه اسال عن ايه الايه اللي انا هاكله في الوجبات هقول ايه؟ هقول واتس فور واقول الوجبه بتاعتي اللي انا هسال عليها اذا كان الفطار او العشاء او الغداء. ممكن اقول واتس فور بريكفاست يعني ايه اللي هناكله على الفطار. طب ممكن اقول واتس فور واتس فور دينر واتس فور لانش. برافو عليكم. يبقى انا كده هسال عن الوجبه ايه اللي هاكلها في الوجبه ايه الاكل اللي انا هاكله هقول واتس فور واقول الوجبه اللي انا عايزه. نفتكر كده خدناها ايه مع بعض في الكونفرزيشن؟ كان بينز اند ايجز. اكسلنت برافو. Where الجمله having beans and eggs سوف احنا نحن ستناول الفول والبيض. طب دي ميس لونج انسر دي اجابه كامله. طب ممكن اقول شورت انسر؟ طبعا ممكن اقول شورت انسر. هقول ايه؟ beans and eggs. beans and eggs. شاطرين يا سنه خمسه برافو عليكم. نوتس انا عندي ملاحظات بسيطه كده لازم ناخد بالنا منها عشان ممكن تيجي إيه؟ في الامتحان. زي ايه يا ميس؟ have. فيرب تو هاف خدنا معناها يتناول ويملك عندي. طب النهارده في الدرس النهارده كان معناها ايه؟ يتناول. يتناول ده هيتناول ايه؟ طعام وشراب. يعني ممكن يتناول اكل يعني ممكن بقى تيجي بدل الفيرب ايت او يتناول عصير او اي حاجه بتتشرب ميه فبمعنى يشرب درينك. يعني عندي فيرب تو هاف بيجي بمعنى يتناول بس بالمعنيين ممكن اتناول طعام ممكن اتناول شراب. يعني ممكن تيجي بمعنى ايت وممكن معنى كلمه درينك هي هاف بس لا واختها كمان هاز. احنا عندنا فيرب تو هاف بيتكون من هاف وهاز. طيب يبقى هاف وهاز الاثنين نفس المعنى بيجوا بمعنى يتناول. بس انت عارفه هاف بتيجي مع ايه؟ هاف بتيجي مع ذا فيرست جروب اي وي يو زي بدور الناون. برافو عليكي. طب وهاز؟ مع السكند جروب اللي هي هي شي ات سنجلر ناون. برافو عليكو شاطرين يا سنه خمسه. طيب عندنا ايه كمان؟ انا هديك مثال like. زي ايه؟ اي هاف ايجز انا اتناول البيض. البيض. اي هاف ايجز انا اتناول البيض. ممكن ايه كمان؟ ده اكل اهو اقول اي هاف ايجز. طب ممكن انا هشرب عصير هقول ايه برضو؟ اي هاف اورنج جوس انا اتناول او اشرب العصير البرتقال. يبقى انا اتناول البيض او انا اتناول عصير برتقال يبقى هنا بمعنى ايت او بمعنى درينك تيجي الاثنين ياكل ويشرب. برافو عليكم. ايه تاني عندنا يا ميس؟ وورد تايم. وورد تايم ده وقت الكلمات بتاعتنا. كامبينج اكتيفيتيز. كامبينج انت عارفين احنا قلنا كامب يعني ايه؟ يعني معسكر. كامبينج اكتيفيتيز يعني انشطه المعسكر. انشطه المعسكر. هو انا هروح المعسكر هقعد كده بس مش هعمل اي حاجه؟ هعمل كتير من الانشطه. انا رايح هناك عشان اتفسح. المفروض ان انا هعمل اكتيفيتيز انشطه زي ايه بقى الاكتيفيتيز دي؟ تعالوا نشوف كده. اول واحده كوك يا ميس. كوك. هيعمل ايه بقى؟ يطبخ. هيطبخ ايه؟ ممكن اطبخ الفطار. كوك بريكفاست. بريكفاست كانت موجوده عندنا في الكونفرزيشن. طب ممكن اطبخ ايه كمان؟ دينر. ما هنتغدى وهنتعشى لانش. يبقى ممكن كوك بريكفاست كوك لانش كوك دينر. برافو عليكم. يبقى انا عندي فيرب وايه اللي بيجي مع الفيرب ده؟ انا عندي الفيرب كوك وجاي معاه كلمه بريكفاست او اي وجبه هتيجي معاه. طيب ايه كمان من اكتيفيتي اللي انا بعملها؟
كلايم. شايفين بيعمل ايه؟ بيتسلق الجبل يا ميس. كلايم اماونتين. احنا عندنا كلايم ده الفيرب كلايم. يتسلق. طيب. هيتسلق ايه؟ ممكن يتسلق الجبل. جبل. الجبل ماونتين. طبعا عشان واحد هقول ايه؟ ا. يبقى كلايم اماونتين. يتسلق الجبل. يبقى انا عندي الفيرب كوك وعندي الفيرب كلايم. كلايم يتسلق. كلايم يتسلق. كوك بريكفاست يطبخ وجبه الافطار. كلايم اماونتين يتسلق الجبل. عندنا ايه اكتيفيتيز تاني؟ عندنا تاني واتش ذا سان رايز. واتش ذا سان رايز يشاهد شروق أو الشمس. انا عندي كلمه جديده النهارده اسمها سان رايز. شروق الشمس. سان رايز يعني شروق الشمس. لما نشوف الشمس وهي بتطلع الصبح كده، الله شكلها جميل. بدايه اليوم يا ميس. بدايه اليوم الجميل كده. واتش يبقى واتش ذا سان رايز. سان رايز يبقى واتش. دي فيرب موجود عندي في بمعنى يشاهد. يشاهد. برافو عليكم. طب عندنا ايه كمان؟ لاف ات جوكس. بيضحك على النكت يا ميس الموجوده عندي. انا بقول نكته في القعده اللي احنا قاعدينها مع بعضينا وبنهزر كده. ايوه احنا رايحين الكامب سايت بايه؟ بنلعب وبنهزر وبنعمل انشطه، فبنقعد نحكي نكت لبعض. طب النكته دي مش ممكن ايه هنعمل فيها ايه؟ لاف. لاف يعني يضحك. طب جوكس بمعنى نكات، اللي هي الجمع جوك نكته وجوكس نكات. يبقى لاف ات جوكس. يبقى لاف ده فيرب بمعنى يضحك. واتش فيرب بمعنى يشاهد. يشاهد. Watch the sunrise. Love at jokes. في أنشطة تانية. أيوة أكيد. في activities تاني. Wash. Wash the boots and pants. خدنا احنا boots. يعني boots. حلال. Boots يعني حلال. برافو عليكو. Pants. And pants اللي هي الطاسات. يبقى أنا عندي boot حلة والجمع بتاعها boots. طب عندي بان. بان يعني طاسه اللي ما بتقلنا فيها البيض. المقلاه يا ميس. المقلاه. والجمع بتاعها بانس اللي هي ايه بالجمع بتاعها تبقى ايه؟ طاسات. يبقى هي طاسه وطاسات. يبقى واش. واش يعني يغسل. اهو مش انا بقعد في الكامب سايت وباكل وفي البيت برضو اتزهوم. بس احنا عندنا في الكامب سايت الاول انا عندي اطباق عايزه تتغسل عشان اكل فيها تاني. المفروض ان احنا بنغسل اطباق ورانا. لازم نتعلم حتى لو احنا في البيت عند ماما، طالما اكلنا يبقى نغسل الايه الاطباق بتاعتنا. Wash the boots and pans. طيب عندي فيرب كمان. Listen to stories. اكيد قاعدين مع بعضينا laugh at jokes، ضحكنا على النكات، وايضا عملنا ايه listen to stories، نسمع للقصص. Listen to stories. الفيرب عندي هنا مين؟ listen. Listen to بيجي معاها بالبوزيشن حرف الجر to. Listen to stories نستمع الى القصص. وانا عندي ستوريز قصص، دي بلورال جمع. طب المفرد بتاعها ايه؟ ستوري. ستوري اخرها ايه؟ واي. واي. وانا شلت حرف الواي وحطيت اي اي اس في الجمع. يبقى listen to stories يستمع الى القصص. يبقى انا عندي الفيرب واش يعني يغسل. يغسل. واش ذا بوتس اند بانس بيغسل الحلل والطاسات. عندي listen يستمع وبتيجي بالبوزيشن بتاعها تو. لازم listen to يستمع الى ستوريز قصص. شوف الفيرب ده بيعمل ايه؟ بلاي كاردز. بيلعب يا ميز. بيلعب كوتشينا. بيلعب كوتشينا. برافو عليك. بلاي كاردز. واحنا قاعدين في الكامب سايت بنعمل ايه؟ بنلعب. ما احنا بنعمل انشطه كتير. من ضمنها ان احنا بنقعد نلعب شويه. بلاي يلعب. طب ممكن العب ايه؟ كاردز. كاردز اللي هي الكوتشينا اللي احنا نلعبها يا اولاد. يبقى بلاي كاردز يلعب كوتشينا. طب كلين ذا تنت. كلين يعني ده فيرب موجود عندي معناه ينظف. ذا تنت اللي هي الخيمه اللي احنا قاعدين فيها ان ذا كامب سايت. مش احنا في الكامب؟ في الكامب بنعمله خيم. طب والخيمه دي مش لازم هيجي عليها تراب، هتتطرب، مش هتبقى نظيفه. لازم لازم ننظفها. يبقى كلين ذا تنت. يبقى تنت بمعنى خيمه. خيمه. يبقى انا عندي الفيرب بلاي جمع كاردس، وعندي الفيرب كلين جمع ذا تنت اللي هي ايه؟ الخيمة. يبقى clean the tent ينظف الخيمة.
جي دلوقتي ميعادنا مع سؤال اكسير يور سيلف، اختبر نفسك بعد اللي احنا شرحناه معاك. لازم انت تعمل سؤال مع نفسك وتحله، ويا ريت تبعت لنا اجاباتك كلها علشان نشوف انت عملت ايه وحليت الاجابه صح ولا غلط. اكسير يور سيلف، اختبر نفسك. شوف السؤال بتاعنا النهارده، ري ارانج يعني رتب. فور وات لانش از كويتشن مارك. انت بقى حل السؤال بتاعك، شوف هتبدا الاجابه بايه، وحلو بعت لنا الاجابات بتاعتك على الكومنت. على الكومنت بعد الفيديو. تمام كده، يبقى هنفكر ونحل ونبعت على الايه، على الكومنت. نكمل اكسرسايز تمارين، اكسرسايزز تمارين بتاعتنا النهارده. تعال نشوف بقى انت فهمت معانا اللي احنا قلناه ولا لا. اول سؤال عندي سيركل، سيركل ذا اود وان اند ريبليس ايت ويز ا كوريكت وان. السؤال ده معناه ايه؟ هعمل دايره، دايره على الاجابه المختلفه، الاجابه المختلفه، ووضع مكانها اجابه تناسب الكلمات الموجوده. يعني انا لازم هجيب مكانها، ها، اند ريبليس ايت، يبقى هحط مكان اللي انا هطلعه بره. طيب تعال نشوف اول جمله، رايس وات هوز وين. اجين رايس، رايس بمعنى ايه؟ وين رايس معناها ارز. ارز. طب وات، وات كويستشن، كويستشن وورد معناها ما او ماذا. هوز، هوز ايضا كويستشن وورد معناها من الملكيه، ملك من. برافو عليكي. طب وين كويستشن وورد معناها متى. يبقى كلهم ايه، معظمهم كويستشن ووردز، كويستشن ووردز. طب وعندي كلمه ايه، رايس، يبقى رايس هي الايه، الاجابه المختلفه، يبقى هي دي اللي هحط عليها السيركل. طب اجيب ايه بقى؟ المفروض ان انا هجيب كلمه مكانها اني كويستشن وورد، اي كلمه استفهام زيهم بالظبط كده. من عندي ممكن احط ايه، وير، وير، هاو، هو، هو، تمام، ويش. يبقى انا عندي وير، ممكن احط هاو، هاو، ممكن احط هو، هو، تمام كده. تمام، يلا نشوف واحد تاني. طب هي كلمه واحده يا ميس اللي في الاجابه؟ لا، انا ممكن احط اجابتين، بحيث ان لو في كلمه منهم فيها حرف غلط يبقى انا حطيت واحده احتياطي معايا. يبقى انا ممكن احط وير وهاو مثلا. تمام أكثر كده من اجابه. ايوه، ما تحطيش واحده بس يا سنه خمسه عشان اضمن الدرجه بتاعتي. تشيز، فيش، سيريال، سان رايز. Again, cheese. What's the meaning of cheese? Cheese يعني جبنة. Fish. Fish سمك. Cereal. Cereal هي حبوب الإفطار. Sunrise. Sunrise شروق الشمس. الشمس. طيب كلهم يا ميس طعام. Food. حاجات بتتاكل. Sunrise معناها شروق الشمس، اللي هي الإجابة المختلفة. يبقى المفروض إن أنا هشيلها وأحط مكانها طعام، أي حاجة food بتتاكل. زي إيه؟ ممكن أحط إيج. ممكن أحط إيه؟ بين، فول، ممكن احط سالاد، سالاد، تشيكن، تشيكن. تمام كده، يبقى انا عندي كذا اختيار ممكن احطهم، ما تحطش اجابه واحد. واحده، ايوه، ما تحطش واحد يا سنه خمسه. السؤال ده بنحط اجابتين او ثلاثه علشان اضمن الدرجه بتاعتي. تمام كده، تعال نكمل نمبر 3. لسن، ليتر، ليتر، كوك، لاف، لاف. لسن، واتس مينينج اوف لسن؟ يستمع. ليتر، ليتر اللي هي القمامه، او قمامة بنقول عليها ايه، القمامه، او الورق اللي احنا بنرميه على الارض. كوك، كوك، يطبخ، لاف، لاف، يضحك. كلهم فيربس، افعال، ما عدا كلمه ايه، ليتر، ليتر اللي هي القمامه، القمامة. يبقى قلنا هنحط عليها الدايره. طب اجيب ايه تاني؟ اني فيربس، اي فعل ممكن احطه زي الافعال الموجوده عندي. وير ايه بقى، لايك ايه، بلاي، بلاي، واتش، واتش، واش، واش، جو، جو، اي فيرب عندي. تمام كده، نمبر 4، بوتس، سبونز، كلين، كلاتس. انا عندي بوتس، عندي بوتس يعني حلل، حلل، الجمع بتاع بوت حله، يبقى بوتس حلل. عندي سبونز، ملاعق، الملعقه اللي انا باكل بيها اسمها سبون، والجمع بتاعها سبونز، ملاعق. عندي كلين، ينظف، ده فيرب. عندي بليتس، اطباق، الطبق اللي انا باكل فيه اسمه بليت. طيب ولما اجمعه هيبقى بليتس. بليتس. طيب دلوقتي انا عندي ايه، ادوات
طعام الادوات اللي انا باكل بيها المختلفه موجوده عندي. كلين هنا عباره عن فيرب. فيرب، برافو عليك. ويبقى كلين هو اللي هيطلع. طب انا ممكن احط ايه من الادوات اللي انا باكل بيها تاني؟ فوركس. فوركس انا عندي فورك، شوكه انا هجمعها، لازم احط جمع، خدوا بالكم، لان الموجوده عندي كل الكلمات الموجوده عندي جمع. انا عندي بوتس فيها اس الجمع، عندي سبونز اس الجمع، عندي بليتس فيها اس الجمع، يبقى انا لازم الكلمه اللي انا احطها فيها اس الجمع برضو، يبقى فوركس. Fill in the gaps using words in the box. Fill in the gaps يعني هتحط الكلمات الايه مكان الكلام الفاضي. يبقى انا هجيب لك passage، قطعه small passage، قطعه صغيره جدا بس فيها اماكن فاضيه، تمام كده، وانت هتكمل المكان الفاضي بايه؟ بالكلمات اللي في البوكس عندك. ايه هي الكلمات اللي عندي؟ بوتس، سيستر، كليند، سيستر، سانرايز، كاردز. كليند، سانرايز، كاردز، دي الكلمات اللي هو اللي انا هاخدها واحطها في القطعه اللي عندي. طب تعالوا نشوف القطعه اللي عندنا ونقرا كويس جدا. Yesterday was a holiday. يعني ايه بقى yesterday was a holiday؟ بالامس كانت الاجازه بتاعتنا. امبارح كانت اجازتنا. طيب تمام، ايه اللي حصل؟ We were at a campsite. نحن ذهبنا الى الكامب سايت. احنا كنا في الكامب سايت. We were at a campsite. مش احنا في اجازه؟ رحنا الكامب سايت. In the morning، في الصباح، my father climbed a mountain. بابا تسلق الايه؟ الجبل. And watched، شاهد ذا ايه؟ في الصباح. in the morning قلنا بنشاهد ايه in the morning واحنا قاعدين في الكامب سايت؟ اول حاجه بنشوفها الصبح ايه؟ المنظر الجميل اللي احنا بنشوفه. واتش ايه؟ سان رايز. برافو عليك. واحنا خدنا الفيرب واتش بيجي مع سان رايز. يبقى انا عندي in the morning، في الصباح، my father climbed a mountain، بابا تسلق الجبل، and watched the sunrise. sunrise. برافو عليك. ونكمل، نكمل مع بعض. my mother washed the ايه؟ ماما غسلت ايه؟ احنا خدنا مع بعض فيرب واش معناها يغسل. ماما، طب ايه دي كده بقى؟ الفيرب عندي فين؟ ان ذا باست، في الماضي. عشان الجمله القطع عندي يا ميس بدات بيسترداي، احنا في زمن الماضي. اكسلنت. يسترداي من الكي ووردز اللي دل على ذا باست ايه؟ بس سيمبل. ماي ماذر واش ذا نقط سبيس اند بانز. ماما غسلت ايه والبانز بتاعتنا اللي هي التصوير. Boots and pants. الحلل والطاسات. يبقى my mother washed the boots and pants. نكمل. My sister أختي the tent. أختي عملت إيه بقى في التنت اللي هي الخيمة؟ أكيد عملت إيه؟ إحنا قلنا clean the tent، نظفت الخيمة. يبقى هنقول في in the past في الماضي بقى كلمة إيه؟ cleaned. يبقى الحل بتاعنا cleaned. I played space with my brother. انا لعبت ايه مع اخويا؟ انا خدت الفيرب يا ميس بلاي كاردس. اكسلنت. لعبت كوتشينه مع اخويا. هنقرا الباسج بقى واحنا حلينها بقى كده على بعضها. يلا. Yesterday was a holiday. We were at a campsite. In the morning my father climbed a mountain and watched the sunrise. My mother washed the boots and pants. My sister cleaned the tent. I played cards with my brother. برافو عليكم يا سنة خمسة، شاطرين. Rearrange the following words to make correct sentence. أنا عندي جمل مش مترتبة وأنا هرتبها يا سنة خمسة، وهرتب هبدأ بإيه الجملة؟ الكلمة اللي هو حاطط لي خط تحتيها دي اللي أنا هبدأ بيها، بيعرفني بداية الجملة بتاعتي. Number one، عندي four، عندي eat، عندي breakfast، عندي time، is. طب عندي جملة sentence، تمام؟ هبدأ بإيه؟ eat. يلا رتب. It is time for breakfast. Again، it is time for breakfast. خدناها مع بعض في conversation. It time. It's time for breakfast. إنها وقت الإيه؟ الإفطار. بس هنا مش مختصر يا ميس. هنا كاملة. كتبها لي eat. It is. إحنا في الكونفرزيشن خدناها it's time بالشكل المختصر بتاع is. يبقى it's time for breakfast اللي هي إيه؟ it is time for breakfast. تمام. Number two. Number two. You are and eggs having beans question mark. ده دي ايه؟ sentence ولا question؟ question. ده question عشان عندي question mark وحاطط لي خط تحت كلمة ايه؟ are. ال question word بتاعتي
طيب انا هبدا الجمله بار، يلا نرتب مع بعض. ار هيجي وراها ايه؟ يو having eggs and beans. والquestion mark اوعى تنساها. لا مش هنساها. Are you having eggs and beans؟ والquestion mark بتاعتي ده السؤال اللي عندي في الترتيب. طيب number 3 stories منى listens to، وحطيت لي خط تحت منى، دي سنتنس ولا question؟ لا سنتنس. سنتنس هبدا بمين؟ بالسبجكت منى. منى listens to stories، منى تستمع الى القصص. اه منى listens to stories وحطيت الايه في الستوب بتاعتي. تمام يا سنه خمسه. See you soon. Goodbye grade 5.